السلطنة ومسيرة المنجزات، عهد جديد ينعم به أبناء عمان على مدار 47 عام في مجالات التعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات. عهد رسمه صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لأبناء عمان بأن يراهم في المراتب الأولى ومحققين الطموحات العلى، يتسابقون نحو العالمية وهم أيضا يتمسكون بأصالتهم. وما الأعياد الوطنية مشاهدين إلا فرصة لتجديد العهد والولاء لباني نهضة عمان، وأيضا تجديد الوعد على بذل المزيد والنهوض باسم عمان عاليا. في هذه الحلقة والتي تتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 47 المجيد، نحتفي مع ضيوفنا ونعرج قليلا إلى الفترات الماضية من عمر الزمان لعماننا الحبيبة، ونستقرأ تفاصيل الحاضر ونستشرف المستقبل. إذن باسمكم مشاهدينا نرحب بضيوف هذه الحلقة، والبداية مع سعادة طايع بن قندل بن علي، وكيل مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية مشروعات الشباب سابقا، وأيضا عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية والاستثمار ومنفست. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. كما نرحب باسمكم كذلك مشاهدينا بسعادة السفير فهد بن حجر المطيري، سفير دولة الكويت ومفوض فوق العادة من دولة الكويت لسلطنة عمان منذ العام 2013 إلى الآن. تنقل في البعثات الدبلوماسية للعديد من الدول، وهو حاصل على الإجازة الجامعية في الاقتصاد من الولايات المتحدة، ولديه كذلك دبلوم في الإدارة والعلاقات الدولية من المعهد الدبلوماسي. أهلا وسهلا بك سعادتك. أهلا وسهلا. وكذلك شكرا لكم على هذه الهدية. العفو. وجودكم بيننا هو هدية أيضا. الله يسلمك. نتشرف. الله يسلمك. نرحب كذلك باسمكم بضيفنا الآخر محمد بن عبيد البلوشي، المدير العام بالأمانة العامة للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني. عمل بوزارة الإعلام وكذلك الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وكذلك في وزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك يا أخي علي. الله يحييك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، بعد الترحيب بضيوف هذه الحلقة نذهب إلى التقرير الذي أعدته الزميلة انتصار الشبلية، بعد ذلك نعود للبدء والأخذ في تفاصيل هذا الحوار. في أمان الله. في 70 من عام 1900 انطلقت مسيرة النهضة العمانية تشق طريقها نحو المجد، مركزة على كافة المجالات التنموية. ينير خطاها فكر القائد الفذ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وقد رسم لعمان خط سير واضح المعالم في شؤونها الداخلية وسياسة علاقاتها الخارجية. بعد 47 عاماً اكتملت مسيرة البناء بسواعد أبناء البلاد الذين هم أغلى ثروات الوطن، فقد كانوا هدف التنمية لينعموا بالحياة الكريمة، انطلاقاً من إيمان جلالته بأن نجاح التنمية يتمثل في قدرتها على توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع. لم يكن الشأن المحلي لوحده فقط هو الشغل الشاغل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، بل إن العلاقات الخارجية لعمان وأمن المنطقة والسلام العالمي كان وما زال ضمن أولويات جلالته. فبفضل نهج السلام الذي اعتمده حفظه الله ورعاه، تمكنت السلطنة من إقامة علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع سائر دول العالم، وحرصت على استمرار هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة السلطنة والدول الأخرى. سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير،
وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها. يتجدد 18 من نوفمبر والسلطنة تحتفي بمنجزاتها الداخلية والخارجية، تشاركها هذه الفرحة كافة شعوب دول العالم لتحتفي بعمان الماضي العريق والحاضر الميمون الذي ينبض بالسلام. إذن مشاهدينا، بعد أن استعرض هذا التقرير ملامح من هذه النهضة، منها الاقتصادي ومنها أيضا الصحي وما يتعلق أيضا بالتعليم وغيرها من المجالات، نبدأ الحوار مع سعادة طايع بن قندل، وأنت وكيل أيضا مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي. برأيك من أين تود نبدأ الحديث؟ هناك الاقتصاد والصحة والتعليم، كل هذه مجالات شملتها هذه العجلة، عجلة التنمية. جميع هذه المجالات جيدة، وأعتقد التعليم هو الأساس. بدأنا فيه كان الأساس وكان الهاجس الأول والأساسي في عصر النهضة. كيف تم التركيز على التعليم هنا؟ في واقع الأمر لو أتينا إلى بزوغ عصر النهضة كان التعليم موجود في عمان، وكان التعليم يقتصر على مجالات محدودة في مناطق معينة، وكان التعليم في الكتاتيب، كان التعليم أيضا في مدارس نظامية، لكنها كانت قليلة هذه المدارس، ولكنها كانت قليلة ومحدودة، وحتى عدد طلبة الذي صعبهم هذه المدارس محدودة. طبعا ربما نحن أيضا لدينا استطلاعات سوف تظهر توضح الآن حجم المدارس الموجودة وحجم الطلبة أيضا. بالضبط، فحسب معرفتي كانت هناك ثلاث مدارس أساسية، واحدة السعيدية في مسقط والثانية في مطرح والمدرسة السعيدية في ظفار، وكانت هذه المدارس هي المدارس النظامية ما قبل 70. طبعا مع بزوغ النهضة الحديثة ووصول صاحب الجلالة أبقاه الله إلى سدة الحكم في هذه البلاد، كان الهاجس الأول والأساسي له هو التعليم. أيضا كان التعليم حاضرا حتى في الخطابات التي يلقيها مولانا صاحب الجلالة عندما قال سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر. بالضبط، فأولت الدولة وأولى صاحب الجلالة كل اهتمامه للتعليم في هذه المرحلة، فبدا بوضع اللبنات الاولى لبناء المدارس الحديثه واعطاء المواطن حقه في التعليم. لم تكن هناك مباني ثابته، لم تكن هناك مدارس. صحيح. بالمفهوم ايضا عدد المدرسين لم يكونوا بالعدد الكافي، المناهج اللي كانت لم تكن موجوده انذاك. فاقيمت مدارس من الدعون وتحت ظل الشجره مثل المواعد، وفي الحواضر أقيمت بعض المدارس في مباني أولية. لم يالوا جهدا جميع الأخوة المحيطين بنا، أخوتنا في الكويت، أخوتنا في قطر، في البحرين، في الكويت، في السعودية، وجميع هذه الدول أيضا ساهمت إلى حد كبير جدا، الذي قدم المدرس والذي قدم المناهج والذي قدم المنح الدراسية لإيجاد فرصة للعمانيين ليذهبوا ليتعلموا في هذه وليخلقوا يعني عهد جديد ونهضة جديدة. نعم. تعليمية. وفي حقيقة الأمر كان التعليم هو الهاجس الأساسي. نعم. ويبقى التعليم هو الأساس لبناء بقية القطاعات سواء الصناعية التجارية على اختلافها. الآن أيضا ننتقل معك سعادة السفير، هذه الآن الإنجازات، هذا الاهتمام بمختلف هذه القطاعات، كيف لمستموه أنتم كسفير لدى السلطنة منذ أعوام سابقة؟ أولاً اسمح لي أخ علي أن أقدم لك الشكر على هذه الاستضافة، والشكر موصول أيضاً للقائمين على البرنامج وللإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية. والشكر لكم كذلك أن شرفتمونا بالوجود بيننا اليوم. الله يسلمك. طبعاً التعليم مثل ما تفضل أخوي بدأ في عمان في بداية يعني استلام صاحب الجلالة مقاليد السلطان، وكانت أيضا مدارس محدودة العدد، ولكن وأيضا المخرجات ولا الطلبة لا يتجاوزون يمكن 900 طالب. صحيح. وثلاث مدارس، لكن جلال السلطان وضع خطة، اهتم بالإنسان
وبالتعليم بالذات لأساسا لنهضة عمان. وبالتالي مقولة المشهورة سأعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجرة، وعد ووفى فيه جلالة السلطان بالتدرج في التعليم بداية من 3 مدارس إلى أن وصل الآن الطلبة تقريبا في المدارس أكثر من 500,000، وأيضا المدرسين أكثر من حوالي 55,000 إلى 56,000. وانتشر التعليم بمراحله، وتدرج التعليم من المدارس العادية من إلى الثانوية إلى الجامعة إلى الدراسات العليا. هذا طبعا في بداية التعليم كانوا عندنا في الكويت بعض الطلبة العمانيين موجودين كبعثات، سواء كانت في المدارس الثانوية وفي المدارس في المعاهد الخاصة وفي مختلف المجالات، كانوا يعني طبعا بين أهلهم بين أخوانهم، كنا نشرف بوجودهم معنا يعني. صحيح. فولله الحمد والمنة نجحت عمان صراحة، ونجح جلالة السلطان في هذه في الوعد الذي أطلقه والوفى فيه تماما، في اهتمام بالإنسان العماني بالتعليم، وأيضا في مجالات عدة أخرى منها كان الثلاثي، يعني تعرف الجوع والفقر والتعليم، كانت في عمان في بداية استلام جلالة السلطة كانت يعني هذه التحديات الكبرى، التحديات الكبرى ونجح فيها جلالة السلطان في أنه وفر كل هذه الضروريات اللي هو التعليم، وضروري لكل يعني طالب أو كل ولد، وأيضا الصحة، و يعني أيضا اهتم في الجانب الآخر من، لأن كان في بداية التعليم المرأة أو البنات غير مسموح لهم بالتعليم، أو لا كانوا ما كانوا يجدون يعني فرصة للتعليم، لكنها حظيت بحقها في التعليم جدا الآن حظيت في العمل، في العمل، وأصبح الآن التعليم اختياري أيضا في مخرجات التعليم، في البحث عن يعني مخرجات التعليم الجيدة والتخصصية في وما يحتاجه سوق العمل الآن في عمان. وبالتالي هذا وعد، والحمد لله يعني الآن نرى عمان يعني متطورة جدا وفيها في هذه المجالات الثلاثة. وبناء الإنسان هو المحور عادة لبناء بقية القطاعات الأخرى، ما في شك. صحيح. ما في ننتقل أيضا ونتحدث معك محمد البلوشي، الآن هذه الاحتفالات التي نشهدها في عموم محافظات السلطنة هنا وهناك، الكل يتنافس على إبراز طريقته أيضا في الاحتفال، أنتم أيضا كمدير عام بالأمانة العامة للجنة العليا كيف تعملون بالتنسيق مع مختلف هذه الولايات والمحافظات على إقامة هذه الاحتفاليات بمثل هذه المناسبات الوطنية؟ بداية شرفني أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات للمقام السامي بهذه المناسبة الغالية على كل عماني ومقيم على أرض البلد. نحن شوف كل سنة في عيد وطني تحتفل بالسلطنة في مسقط، بالإضافة إلى في استقبالات في المحافظات والولايات والسفارات بهذه صحيح. المناسبة طبعا يتم في التنسيق هنا بيننا وبين الجهات الأخرى اللي هي في الولايات في عملية كيفية هذه الاحتفالات. إعداد الاحتفالات ما من سهل يعني أنك أنت يتم من فترة طويلة طويلة وتجهيز وفيها تسجيلات وفيها استعراضات طلبة وفيها تدريبات وفيها مخرجين صحيح. يعني في عمل يفترض أن يكون عمل جاد لهذه المناسبة يعني. طبعا في تنسيق بيننا وبين كل الجهات الأخرى، أي جهة تريد أن تعمل الاحتفالية بهذه المناسبة يتم في تواصل بيننا، نزودهم نحن بعض الحاجات اللي هم محتاجينها في الولايات. مثل ماذا هذه الأعمال التي تقومون بها؟ نعلم أن لربما هناك اشتغال فيما يتعلق أيضا بمجال الأغاني الوطنية في الأناشيد. نعم. أيضا تنظيم هذه الاحتفالات التي مثل ما ذكرت بحاجة إلى مشاركة أعداد من الطلبة. نعم. أيضا هذه الاحتفالات لا تقتصر هنا على السلطنة في الداخل، وإنما أيضا يتم تصديرها للسفارات في عواصم الدول سواء الإقليمية وحتى الدولية. كيف يتم هذا التنسيق؟ فيما يخص الاحتفالية اللي تكون، نحن عندنا نوعين من الاحتفالية. أول شيء أن في احتفالية كل 5 سنوات، هذه احتفالية تكون على مستوى السلطنة. العيد 45 اللي فات كانت في كل محافظة في احتفالية مستقلة ذاتها، يعني يتم التنسيق بيننا وبين وزارة التربية، بيننا وبين بعض الجهات اللي هي تشارك في هذه الاحتفالات مثل مكتب المحافظ على سبيل المثال أو الولاة في الولايات، بتجهيز المواطنين اللي هم يقدموا الفقرات الشعبية.
فيتم التنسيق معهم بتجميع الأعداد المناسبة. نحن ممكن هنا كلقنا نعمل السيناريو ونجهزه، وبعدين عن طريق المخرج اللي نحن نختاره يتم تكليفه بعملية الإخراج في في, في الولايات. فيما يخص مثلا الأغاني، في تجهيز لهذه الأغاني، نعمل إعلان للشعراء يقدمون لنا بعض القصائد الشعرية يتم مراجعتها ويتم عرضها على بعض الملحنين للمشاركة في هذه الاحتفالية. ربما نحن سنعود للحديث عن الأغاني والأناشيد الوطنية بشيء من التفصيل، وسنستعرض أيضا مع المخرج جانب من هذه الأناشيد. الآن نذهب أيضا لضيفنا سعادة طايع. هذه المنجزات التي تحدثت عنها وهذه النهضة في مختلف القطاعات، برأيك منذ البدايات ما المحفز، ما الذي دفع الجميع لأن يشتغل بكامل طاقته لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ هذه المنجزات لا يمكن أن تتحقق لو لم يكن خلف هذا الإنجازات التي تحققت قيادة حكيمة صلبة وإرادة سياسية قوية، بالإضافة إلى وجود شعب متعطش لإخراج نفسه من بوتقة التخلف والمرض والجهل والظهور إلى العالم بصورة جيدة ومشرفة. ففي حقيقة الأمر الإرادة السياسية الصلبة والقوية والعزيمة التي قادها صاحب الجلالة لإخراج عمان من جهل وتخلف إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر هي المحرك الأساسي وراء هذا التقدم وهذه التنمية. الآن المرحلة القادمة، هناك مرحلة أخرى ما يتبناه برنامج تنفيذ لتنويع مصادر الدخل، أيضا الانفتاح على مصادر دخل مختلفة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. هذه المرحلة القادمة برأيك أنت أيضا كمخطط في الجانب الاقتصادي، ما الذي تحتاجه؟ فلنذهب قليلا قبل أن نأتي إلى هذا الموضوع، اسمح لي نعود بعجالة. في عام 1974 تأسست أول وزارة وسميت بوزارة التجارة والصناعة. قبلها لم تكن هناك وزارة في التجارة والصناعة، كانت غرفة التجارة والصناعة وبطريقة متواضعة تقوم بالكثير من الأعمال الخاصة بالتنمية وتسهيل إجراءات التجارة بين التجار وبين البلدان. في حقيقة الأمر من البداية ومن بداية التأسيس أسست الدولة لقوانين تجارية وتشريعات تجارية، وعلى ضوها بدأت عمان تبني عام 1974، وكان أول وزير لهذه الوزارة معالي محمد الزبير أذكر. فبدأنا نعمل أو بدأت وزارة التجارة والصناعة تعمل على تأسيس قواعد ونص وأسس وتشريعات لبناء عمان الحديثة. فكانت هذه الوزارة تشرف على الاقتصاد، على التجارة والصناعة والاقتصاد والسياحة وحتى المنظمات الدولية اللي موجودة حاليا في وزارات أخرى كالخارجية وغيرها كانت تحت هذا المنصب. ما نحتاجه في الوقت الراهن في واقع الأمر هو أننا ننوع مصادر دخلنا بصورة أو بأخرى. أعداد الخريجين والشباب العمانيين الباحثين عن عمل وعن مصادر الرزق بدأ يزداد وبدأ يكثر. تنوعت أيضا مصادر الدخل الصناعي والتجاري وربما إلى حد ما الزراعي، فلا بد من إعداد جيل يفكر لأن يبني نفسه بنفسه. أيضا مثل ما ذكر سعادة السفير تحدث عن ضرورة أن يكون هؤلاء الخريجين أيضا ليس لديهم فقط العلم وإنما لديهم ما يميزهم عن الآخرين. بالضبط. الآن كيف نصل إلى هذه النقطة؟ يجب أن نصل إليها بإيجاد مؤسسات جيدة للتدريب والتعليم. لا يمكن أن تأخذ بيد شاب متخرج حديثا من مؤسسة جامعية أو حتى من مدرسة وتقول له والله هذه هي الطريقة أمامك. أعد هذا الشخص إعداد جيد، تدريب مناسب، وأعتقد فترات التدريب ليست بالفترات الطويلة لتعد شخص قادر لأن يأتي إلى سوق العمل، لأن يفكر وأن يقدم وأن الجديد يقدم الجيد وأن في هذا المجال. فالزق بهذا الشباب إلى مجالات أخرى للعمل دون تأهيل ودون تدريب جيد فهي مضيعة للوقت ومضيعة للمال. فأعتقد أن الدولة في الوقت الراهن على أساس أن ننوع مصادر دخلنا علينا أن نبني القدرات الذاتية للشباب وفتياتنا ليتحملوا مسؤولية، وهم قادرون على تحمل هذه المسؤولية. بالضبط. في الوقت الراهن نحن نتحمل أو الحكومة أيضا تطلب من القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته، وعلى القطاع الخاص مسؤولية كبيرة جدا أن يتحملها. وفي واقع الأمر ما قصر هذا القطاع، بدأ
يعطي ما يستطيع. فلو ناتي اليوم نقول لك حد التعمين في المؤسسات البنكية واصل إلى 90%، في مؤسسات المالية الأخرى بالضبط، كمؤسسات المالية الأخرى كشركات التمويل وشركات الصرافة وواصل إلى 80%. وفي إمكانية للاستيعاب على شرط أن يكون هناك كوادر مؤهلة قادرة لأن تؤدي دورها الكامل في هذا العمل وأن تنهض فيه، لا أن تؤخره. أكيد. سعادة السفير، ونحن نتحدث اليوم سواء كان الاحتفال بالعيد الوطني هنا في السلطنة أو في أي من دول الخليج، نجد جميع الدول تشارك بالاحتفال سواء بإقامة الأماسي، بإقامة الفعاليات، حتى بإصدار الأغاني التي توجه كإهداء لتلك الدولة أو الأناشيد أيضا. الآن كيف تنظر، ما دلالة هذه اللحمة الخليجية؟ أولا اسمح لي أخوي علي، أنا فاتني لأقدم التهاني باسم الكويت أميرا وحكومة وشعبا لجلالة السلطان والشعب العماني. تهانيكم واصل أكيد سعادتك. تعرف ترابط دول الخليج وتقاربها مع بعض، يعني الاحتفالات فيما بينها أصبح خاصة في العيد الوطني أصبح شيء مميز. يعني نسمع الآن الأغاني مثلا في بين دول مجلس التعاون خاصة في العيد الوطنية. الكويت الآن أنتجت بعض الأغاني في بمناسبة الاحتفالات في باحتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني. أيضا الشوارع زينت والأسواق زينت في بهذه المناسبة. فهناك الحمد لله ترابط وتواصل بين دول مجلس التعاون في هذه المناسبات وتبادل الزيارات، أيضا تواجد بعض الأخوة العمانيين في الكويت وتواجد بعض أيضا الكويتيين الآن في مناسبة العيد الوطنية في عمان، وهذا شيء طيب الحقيقة، شيء دليل على أن هذا التواصل يعني يزيد من المحبة والألفة بين الشعوب، يعني شعوب دول مجلس التعاون بالذات. الحقيقة أنا بس لي تعقيب بسيط على نوعية الاختيار للطاقات من العمانيين المتميزين، وهذا طبعا يعني يذكرني أيضا في مقولة لجلال السلطان عندما قال أنا صاحب رسالة ولست صاحب سلطة. صحيح. وهذا شيء مهم يلفت النظر حقيقة في الاهتمام في النشأ من بدايته إلى أن يصل الاختيار النوعيات المميزة التي يعني من مخرجات التعليم لسوق العمل، وبالتالي هذا شيء جدا مهم. ولله الحمد يعني نجحت عمان نجاحا باهرا في هذا الموضوع. تجد الآن البعثات منتشرة في أنحاء العالم، تجد الآن هنا في 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 أيضا في عمان التخصصات متوفرة، بقي في اللي هي يمكن ينقصها بعض الشيء اللي هي مثلا الكليات التطبيقية أو التكنولوجية الآن اللي تحتاجها سوق العمل، وهذا يعني عن قريب أكيد ستمتلئ هذه الأماكن بالعمانيين بعد الاهتمام في نوعية التخصصات المطلوبة لمثل هذا العمل. سعادتك وأنت تستشهد هكذا دائما بالنطق السامي لمولانا صاحب الجلالة، ربما سنستعرض خلال هذه الحلقة، في خلال إحدى الجولات تحدث مولانا صاحب الجلالة قال أود أن يأتي يوم وننظر للخريطة ولا نجد دولة لديها عداء مع السلطنة وتكون جميع الدول صديقة للسلطنة. ربما سنستمع الآن لهذا الخطاب، بعد ذلك نعود لمواصلة هذه الحلقة واستمرار الحديث. عمان هي دائما وأبدا تريد أن كما قلت لها صداقة مع جميع شعوب العالم، وأنا قلت في وقت من الأوقات أني أريد أنظر إلى خارطة العالم ولا أجد بلد لا تربطه صداقة بعمان يعني حقيقة. إذن مثل هذه الخطابات ضيوفنا يعني المولانا صاحب الجلالة يضع هكذا مسارات للطرق، وتجد قطاعات المختلفة في الحكومة والشعب أيضا يعملون لتنفيذ ما جاء به النطق السامي. الآن كيف تنظر أيضا أنت سعادتك متابع للشأن السياسي الإقليمي والعالمي، كيف تنظر كيف تمت ترجمة هذا الخطاب على أرض الواقع؟ الحقيقة يعني جلالة السلطان صراحة وضع أهداف، وأيضا من تبنى هذه الأهداف أو من نفذها فعلا نجحوا في هذا المجال. عمان ليس لديها عداوات مع دول أخرى، عمان نأت بنفسها عن الصراعات والاختلافات سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. سياسة سلطنة عمان واضحة المعالم صريحة، كل أمورها ظاهرة ولا تعمل بالخفاء، وبالتالي نجحت في هذا المجال في كسب جميع الصداقات حول العالم سواء كانت من الدول الإقليم أو الدول العربية أو
العالم كله. ودليل على النجاح أن عمان يعني نجحت نجاحا باهرا، نجاحا دبلوماسيا في الحوار فيما بين في ما يتعلق بالمفاعل النووي او بالبرنامج الملف النووي الايراني 5+1 الملف الليبي طبعا. فبدايه هذا من هذا المنطلق نجحت نجاحا باهرا ونجحت الدبلوماسيه العمانيه في هذا المجال. والحقيقه هذه ترجمه لما قاله جلاله السلطان بان عمان ليس لديها عداوات مع احد، لا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول، وبالتالي لا تقبل تدخل الدول في شأنها الداخلي، إنما يربطها في الدول الأخرى الصداقة والتعاون والشفافية في التعامل. البعض الآن بات يتحدث سياسيا عن مصطلح لربما يسميه البعض الحياد الإيجابي. الآن هذا الحياد الإيجابي الذي تتبناه السلطنة وتدخل في وقت الحاجة للإصلاح، لا نقول لإثارة الحروب أو لإثارة الفتن، كيف بالإمكان أن يتم سعادتك تصدير هذه التجربة العمانية للإقليم مع هذا ربما التوتر الذي نشهده وأيضا عالميا لحل بعض المشاكل الموجودة؟ مثل ما ذكرت يعني عمان تدخلت في يعني حاولت بذل المزيد بذل الجهد من بإيجاد يعني سبل لحل بعض المشاكل سواء كانت يعني إقليمية أو عربية أو دولية. يعني حاولت يعني في بعض الأزمات التي حصلت على مستوى الدول العربية ونجحت ولله الحمد في هذا المجال بالتعاون مع شقيقاتها الخليجيات، الآن أيضا بالتعاون مع الكويت، بالتعاون مع دول الخليج الأخرى، وبالتعاون مع العرب عامة. كل يعمل لحل هذه التوترات. نعم. ونتمنى إن شاء الله أن يوفقه أيضا في المستقبل إن شاء الله بإذن الله في أي مشاكل تواجه المنطقة بإذن الله. صحيح. نتحدث أيضا معك أخي محمد عن هذه الاحتفالات بالعيد الوطني. الآن نحن في العيد الوطني 47. ما الجديد الذي عملتم على إيجاده لإبراز أيضا مظاهر البهجة والسرور في هذا العام؟ طبعا أنتم شاهدتوا العرض صحيح العسكري. ربما كان الحضور السامي هو العنوان الأبرز. بالضبط، هو خروج صاحب الجلالة للمواطنين على شاشات التلفاز أو اللي حضروا على ميدان الاحتفال، كانت هذه فرحة لا توصف. ناهيك عن المسيرات اللي صارت بعد الاحتفالية. صحيح. يمكن للصباح كل الشعب العماني كان فرح بهذه المناسبة وظهور صاحب الجلالة على مثل ما قلت لك على التلفاز. يعني طبعا اللجنة اهتمت في تزيين الشوارع طبعا وأعمال الألعاب النارية وتسجيل بعض الأغاني اللي نزلت على التلفاز وبعضها يمكن بعده ما نزل. يعني هذه كلها كانت من المظاهر الجديدة اللي أخرجناها السنة هاي. أنا بس حبيت أضيف على كلام سعادة السفير فيما يخص المشاركات الشعوب الخليجية نفسها أيضا. ناهيك عن الحكومات، هي شاركة مسيرات وبعض الشباب الخليجي وصل من دولهم إلى عمان للمشاركة بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل عماني أو مقيم على أرض السلطنة. يعني مثل ما قلت لك الألعاب النارية كانت موجودة في 3 مواقع أيضا لها جمهورها، وأعتقد صحيح. هي ممكن تكون سبب في بعض التجمعات للصباح الباكر. نحن كلجنة نهتم في أعمال الزينات كل سنة. الزينة وأيضا ذكرت حتى الأناشيد والأغاني الوطنية. الأناشيد يتم الوطنية. الاشتغال على الأغاني الوطنية من حيث الكلمة ومن حيث الغناء وأيضا حتى الألحان. نحن ربما سنستعرض واحدة من هذه الأغاني الوطنية التي انتشرت لربما في هذا العام. نعم. بعد ذلك نعود لمواصلة هذا الحوار. إذن مشاهدينا نستمع لهذه الأغنية الوطنية، بعد ذلك نعود للاستوديو.
إذن واضح من خلال هذا العمل أنه كان هناك اشتغال قوي أخي محمد على النص وأيضا على اللحن وحتى على اختيار اللقطات. كيف تم الإعداد لهذا العمل الوطني؟ شوف، هي كل الأعمال الوطنية لابد من الانتقاء فيها في الكلمات. فالأستاذ إبراهيم قمر له المخرج عندنا على العمل هذا، يعني اختار هذه الكلمات بعد ما تم مع أحد الشعراء اختيار هذه الكلمات وتلحينها، ولو أنها واجهت بعض الصعاب لكن الحمد لله رب العالمين كلها تسهلت يعني، وطلع النشيد بهذه العمل الجيد يعني، بشهادة طبعا الكل، ما شهادتي أنا كممثل للي من الأغاني الوطنية. أصبحت هذه الأغاني الوطنية والأناشيد أيضا مرتبطة بشعوب، لربما البعض أيضا يتذكر النشيد الأغنية الوطنية أكثر لربما حتى من الأناشيد الوطنية لتلك الشعوب. صحيح صحيح، نحن عندنا يعني في كل احتفالية أو كل 5 سنوات في نشيد ختامي للمهرجان. هذه النشيد يبقى في الذاكرة موجودة يعني. صحيح. وتلاقي أن حتى الطلبة أو الأطفال في البيوت يرددوا هذا النشيد يعني. يمكن في نظرهم يعتبروه زي النشيد الوطني لسلطنة عمان، بالتالي تلاقي دائما يتم ترديد هذه الأناشيد يعني بصفة مستمرة. على اعتزاز يعني. والافتخار طبعا طبعا ما في مقارنة، لكن يبقى الإنسان أنه يردد هذه الأناشيد بصفة مستمرة يعني. طبعا هي عمل متعوب عليه، عمل تم مراجعته أكثر من مرة. الكلمات من كلمات الأخ حمود العيسري، وحمود العيسري طبعا من الشعراء المتمكنين في هذا الجانب، والألحان أيضا ألحان إدريس الرحبي شاب عماني أيضا، وتم تسجيل هذه الأغاني الأغنية هذا والنشيد هذا في استديوهات في سلطنة عمان. بس تم طبعا بعض الآلات الموسيقية لابد أن ما متوفرة هنا معنا، فيتم تسجيلها خارج البلد، لكن الأغلبية حاليا يتم تسجيلها في استديوهات هنا في سلطنة عمان. حتى أيضا نشاهد هناك مشاركات مثل ما ذكرنا بداية الحلقة، أغاني من دول مجلس التعاون، الفنانين أيضا مشكورين، الكل يبادر. الاحتفالية ليست عمانية فقط وإنما خليجية. صحيح، هي من هذا الجانب ترى حتى عمان وتلفزيون عمان واللجنة تشارك في احتفالات دول الخليج الأخرى في هذه المناسبات طبعا. فهذا في تبادل حاليا سار بين الشعوب نفسهم يعني. صحيح. الشعوب نفسهم من عندهم النزعة على أن يشارك شعب سلطنة عمان في هذه المناسبة الغالية يعني. فالمناسبات الوطنية حاليا على شعوب الخليج كلها يعني ما مرتبطة بشعب دولة معينة يعني. ونحن نتحدث أيضا وبرفقتنا سعادة سفير دولة الكويت أيضا الفنان عبد الله رويشد، لديه أيضا أغنية تم إهدائها للسلطنة بهذه المناسبة. صحيح، صحيح. عبد الله رويشد غنى أغنية بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني. صحيح. وأهديت لسلطنة عمان بهذه المناسبة الحقيقة أيضا يعني. حتى الأغاني الآن وضعت حتى في المطار لاستقبال الأخوان العمانيين القادمين للكويت في هذا اليوم يعني. استقبلوا جميع المسافرين القادمين للكويت تقديم الحلوى والأغاني العمانية والأعلام العمانية لجميع القادمين من سلطنة عمان في زيارة للكويت. هذا كرم مغرب على أهلنا فيه. هذا واجب يعني حقيقة. بس أنا حبيت أضيف أيضا حاجة. أنت تحصل أنا من خلال متابعتي لبعض البرامج التلفزيونية في دول الخليج تلاقي حتى النشيد السلام السلطاني في المدارس يشاركوه بالطلبة في أول ما يدخل الفصول الدراسية يعني. جزاهم الله خير، الكل يشارك في هذه المناسبات. لنعلم أن نحن كلنا كخليج شعب واحد أصلا يعني، فما بين فرق بين كل جنسية. ناهيك طبعا أن بعض الدول العربية أيضا شاركت في دولها في المطار في الأسواق في الشوارع مسيرات. صحيح. يضعوا صورة صاحب الجلالة أو حاكم الدولة ذيك على سياراتهم ويشاركوا بكل رياحية يعني. وبعض الدول الأجنبية طلبتنا جزاهم الله خير في بعض الدول الأجنبية اللي أقاموا احتفاليات طبعا. صحيح. هذه احتفاليات غير الاحتفاليات تقوم بها السفارات أو أندية الطلبة اللي موجودة في هذه الدول، يتبناها أحد الطلبة مجهودات فردية وبالتالي تطلع بشكل جيد. وأعتقد أنكم كلكم لاحظتوا بعض الاحتفاليات في هذا الجانب يعني. صحيح. إذا تحدثنا عن الاحتفالات ومظاهر هذه الاحتفالات، الآن نتحدث أيضا عن الوطن، عن القطاع أيضا الاقتصادي، وأنت أيضا مستشار في هذا المجال. عمان لديها قوة بشرية وأيضا إمكانات وموارد طبيعية ولديها الموقع الاستراتيجي، برأيك كيف تم استغلال كل هذه الإمكانيات حتى الآن؟ في الحقيقة
تم استغلال هذه الإمكانيات استغلال جيد جدا وبصورة رائعة. أولا لما تتميز به عمان من طبيعة جغرافية صعبة وعدد سكاني وإن كان ليس بالعدد الكبير ولكنه متناثر نسبة أيضا كبيرة من هذا العدد هو يعني مواطنين على مناطق يعني فئة الشباب. عمان أولت كل اهتمامها من في مراحل متقدمة جدا لخلق بنية اقتصادية وبنية تحتية لاقتصادها، والحمد لله أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة مرضية وجيدة جدا من إنشاء البنية الاقتصادية التي تحتاج لها عمان. طبعا لازلنا بحاجة إلى الكثير من البنية الاقتصادية. كان هناك في استغلال جيد للتعليم، كان في استغلال جيد للموارد البشرية أيضا، والمؤسسات التي يقوم عليها اقتصادك لبناتها موجودة، بحاجة إلى ضخ دماء جديدة فيها، بحاجة إلى ضخ إمكانات أخرى، بحاجة إلى روافد من الشباب من هنا وهناك لترفد هذا أو لتحيي هذه البنية اللي موجودة. فمثلا نتكلم عن البنية الاقتصادية في قطاع الطرق، في قطاع المطارات، في قطاع المواني. نحن أعتقد هذه بنى أساسية واقتصادية عمان أولتها كل اهتمامها وهي قائمة. علينا من النواحي الاقتصادية أن نتجه إلى الجانب البشري. أنا شخصيا أعتقد أن الجانب البشري هو الجانب الأهم، فبناء الإنسان ليحافظ على هذه المكتسبات الاقتصادية وليديرها الإدارة الأمثل هي أولوية. فأعتقد أننا بذلنا جهد جيد وجهد مقبول والحمد لله توفقنا في إيجاد بناء اقتصادية جيدة. كيف تنظر كذلك للاهتمام أيضا بقطاع الموانئ، المناطق الاقتصادية سواء هناك في الدقم وفي صحار أيضا وفي صلالة، كيف تنظر كذلك للاهتمام بالمطارات؟ بالنسبة لقطاع المواني والنقل أعتقد أننا يعني الحمد لله توفقنا إلى حد كبير جدا، وهذا مشهود لحكومة صاحب الجلالة جزاه الله خيرا وأعطاه الصحة والعافية، وجه ومن نفذ فعلا أجاد التنفيذ. يوجد لدينا الآن مواني جيدة، مواني عملاقة تقدر أن تستقبل سفن من أجيال متعددة. لدينا الآن مطارات وإن كانت لا زال بعضها قيد التنفيذ في مراحلها النهائية، وعندنا نافذة الآن للعالم. استخدام هذه المواني طبعا هذه تخدم نفسها يعني، فهذه روافد اقتصادية مهمة زي ما ذكرت. نحن عندنا جوانب اقتصادية أخرى أو روافد اقتصادية أخرى مهمة جدا لم نلمسها بالصورة الصحيحة. ما هي هذه؟ وكان وجب علي أن أذكرها ما دامنا نتحدث عن في عجالة عن هذا الموضوع. السياحة، صحيح. قطاع السياحة هو القطاع المعطل تعطيلا شبه كامل، لن أقول ربما كامل. هي الآن واحدة من القطاعات التي يعتمد عليها برنامج تنفيذ. يوسفني أن أذكر هذا في هذه العجالة. قطاع السياحة قطاع واعد، قطاع مهم، قطاع مدر للدخل، قطاع يمكن أن يخدم فيه أعداد كبيرة جدا من البشر، وأن يستوعب الكثير من الطاقات اللي موجودة، وقطاع نظيف أيضا إلى حد يتوقف كيف تستخدم هذا القطاع. لكن يوسفني أن أقولها بأن قطاع السياحة في الوقت الحاضر يعني يعمل، ولكنه لا يعمل بالكفاءة المطلوبة ولا بالوتيرة المطلوبة في العصر الذي نعيشه، وكأننا نعيش خارج هذا العصر. نفتتح فندق هنا، لديها مقومات فيما يتعلق بالجانب السياحي، هذا لا يشمن ولا يغني من جوع، الأودية، القلاع، المزارات المفتوحة، هذه المتاحف. السياحة ليست وجود طائرة تأتي بسواح من الخارج وتطرحهم في هذا الفندق أو تتركهم على هذا الشاطئ. السياحة هي تاريخ، سياحة هي ثقافة. عندنا القلاع، عندنا الحصون، عندنا الأفلاق، عندنا الشواطئ، عندنا الجبال. إذا هناك إنجازات تحققت، وتبقى أن هناك أيضا مجالات أخرى بحاجة للبلد يعني للتعزيز. نعم، نتحدث أيضا عن واحدة من هذه الإنجازات. منذ فترة قريبة طلعتنا الصحف بتصنيف في مؤشر الإرهاب العالمي، أتت السلطنة سعادة السفير بالرقم 0، بمعنى أنها لا تصدر الإرهاب وأيضا لا تدعم الإرهاب سواء كان
بالفكرة أو حتى بالمادة. الآن كيف تقرؤون في ظل هذا التوتر الإقليمي والتدخلات هنا وهناك بتصنيف السلطنة بهذه الدرجة؟ الحقيقة السلطنة نجحت في هذا المجال، طبعا ليس لديها عداوات مع أحد وليس لديها خلافات مع أي دولة في العالم، وبالتالي ترتبط بصداقات سواء على مستوى الإقليم أو المستوى العربي أو حتى المستوى الدولي. وبالتالي أيضا جلالة السلطان نجح في يعني تطوير الشعب العماني من البداية إلى الآن، منذ استلام للسلطة سنة 70 إلى يعني الآن 47 سنة. في هذا التجانس الجميل في الشعب العماني، يعني عدالة في القانون، مساواة، فمن هذا يعني في هذا الأمر نجحت عمان في يعني لا يوجد فيها مثلا، الحمد لله هي ما يوجد فيها إرهاب، عمان فيها أمن وأمان تام، فيها طالب العمل حتى وإن أتى من الخارج يجد العمل الذي جاء من أجله، القوانين يعمل بها بالكامل مطبقة على كل إنسان موجود في السلطنة سواء كان كبيرا أو صغيرا، وبالتالي الناس في السلطنة يحسون بالأمن والأمان سواء كانوا الشعب العماني نفسه أو من الوافدين الذين جاءوا للعمل في هذا البلد. أنا لي تعقيب بسيط بالنسبة مثل ما تفضلت السياحة قبل قليل، يعني على فكرة ترى سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية في المرتبة الثانية عالميا في السياحة في مجلة فوياج في عمل استفتاء، وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى العالم. المقصد الأول للسائح الألماني أيضا، خاصة الأجانب هنا. يعني عمان لديها البنية الأساسية للسياحة، لديها مثل ما تفضل أخي بالطرق والمطارات الآن والموانئ الفخمة، لديها مثلا ميناء الدقم الآن، لديها ميناء صحار، لديها أيضا يعني مطار صحار، مطار مسقط، مطار صلالة، يعني مجموعة موانئ أيضا بحرية، ميناء مسقط وميناء الدقم وميناء صلالة، كل هذه متوفرة بالإضافة إلى شبكة الطرق الرائعة التي يعني أخذت هذا الوقت طويل في 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 تعميرها وإنشائها، يعني للربط بين المدن العمانية، ولا تنسى أنها يعني من مسقط إلى صلالة الآن أكثر من 1000 كيلو يعني. ولله الحمد نجحت عمان في هذا المجال. في السياحة يعني هناك مثل ما تفضل الأخ يعني نقص في بعض الأمور، بحاجة إلى تنشيط. نعم، بحاجة إلى تنشيط واهتمام، خاصة في المشروعات الصغيرة التي يعني يجب أن تحل مشكلة من البطالة بالنسبة لطالب العمل العماني. هذا فيما يتعلق بالسياحة. أنت أيضا كمتابع سعادتك، ما هي أيضا المجالات التي شهدت تطوير وشهدت تنمية خلال فترة إقامتك بالسلطنة؟ حقيقة أنا لاحظت تطور كبير، يعني لا يفوت شهر يمكن أن تجد مشروع هنا وهناك يعني تقوم به السلطنة، ونجحت في هذا المجال. لكن المشروعات الصغيرة هي المطلوبة الآن، خاصة في بعض المناطق لعمل الشاب العماني أو لإيجاد إعطاء الشاب العماني فرصة بأن يعمل بنفسه. يعني مثلا على طريق مثلا صور، من هنا لصور حوالي 200 وشوية كيلو، يعني لا يوجد خدمات بسيطة، مجرد أن يعطى الشاب عماني مثلا مبلغ معين لبناء مثلا موتيل، لبناء مثلا سوبر ماركت، لبناء مثلا مطاعم على الطريق للخدمات السريعة، فهذه تتيح الفرصة للشباب العماني للعمل وفي نفس الوقت يعني تنمي الاقتصاد. مجالات يعني الاقتصاد واسعة يعني وكثيرة، لا يستطيع الواحد تحديدها في ربما سنعود للحديث يعني عن بعض هذه المجالات. لا نذهب معك أخي محمد ونتحدث عن البرنامج الذي اشتغلتم عليه هذا العام لتنظيم هذه الاحتفالات، ما هي أبرز الملامح الخارجية؟ تحدثنا عن الداخلية، ماذا عن الاحتفالات هناك في السفارات وفي العواصم العالمية؟ والله شوف، هي بالنسبة للاحتفالات في السفارات تقوم بها وزارة الخارجية، لكن احنا كلجنة عليا للاحتفالات ندعم هذه الوزارة فيما يخص هذه الاحتفاليات، بالإضافة إلى الطلبة، أندية الطلبة اللي موجودة في الدول العربية أو الأجنبية أيضا نحن من المساندين لهم وتزويدهم بعض الحاجات اللي هم محتاجين لها لإقامة مثل هذه المهرجانات. بالنسبة حتى هنا في الداخل، يعني في الداخل أيضا الولايات
الأندية اللي تقوم فيها مكاتب أصحاب السعادة، الأهالي نفسهم، نحن كلنا في شراكة بينكم وبين المؤسسات، نحن نحاول أن نوفر لهم كل ما نستطيع لإقامة مثل هذه المهرجانات. خارجيا أيضا لديكم دور فيما يتعلق أيضا بسفينة شباب عمان الثانية. نحن ما لنا هذه دور السفينة طبعاً. التي هي السفارة متنقلة بالضبط. تعمل على الترويج للفعاليات للفنون لثقافة عمان أيضا. هي سفينة شباب عمان كما تعرفون أنها دائما تتنقل من منطقة إلى منطقة، تقدر تقول أنها تعرض أيضا السياحة في عمان من خلال صحيح. هذه السفينة أيضا يعني نحن نحاول أن نساعدهم في فرق شعبية تكون مرافقة أيضا لهذه السفينة، في احتفالات تقوم في بعض الدول اللي تروح لها السفينة نفسها، يعني حفل استقبال يتم مشاركة بين الفرق الشعبية اللي موجودة بالإضافة إلى الفرق الشعبية اللي موجودة في هذه المحافظات. عندنا أيضا مشاركات كثيرة نحن خارجية، يعني ما شرط أنها تكون مرتبطة بأمانة اللجنة العليا للاحتفالات، عندنا فرق موسيقية دائما لها ناس مسؤولين عنها وتشارك في دول في احتفالات كثير من الدول صحيح. سواء بأعيادهم الوطنية أو في مناسبات عدة عندهم أو افتتاح بعض المشاريع في سلطنة عمان. فيما يخص الاحتفالات الخارجية دائما شريكة ناهيك طبعا عن دول الخليج، في أيضا كثير من الفرق الشعبية تشارك في دول الخليج، الشعراء أيضا يشاركوا في دول الخليج بمناسباتهم، في تبادل ايضا. انا شفت في الفتره الحاليه ايضا في كثير من دول الخليج مش العمليات هي يعني المشاركه العاديه، حتى اعمال الزينات في مباني صحيح. كبيره في ابراج لاحظناها في دول الخليج يحتفلوا او يشاركوا السلطنه بهذه الاحتفاليه يعني. اذا ونحن نتحدث عن مظاهر هذه الاحتفالات نذهب ونستعرض هذا الاستطلاع ضيوفنا لنتعرف هكذا على بعض ملامح هذه الاحتفالات بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا جميعا. اذا مشاهدينا نتابع هذا الاستطلاع الذي عده الزميل شادان المنذري، بعد ذلك نعود لمواصلة الحوار. الحمد لله على هذا العصر، عصر صاحب الجلالة وفي النهضة المباركة وفي الأعوام التي مرت علينا الأعياد ومناسبات عديدة منذ بداية النهضة المباركة إلى وقتنا هذا، مرت 47 عام والحمد لله الشعب ينعم بخيرات البلاد، وذلك على حكمة صاحب الجلالة الحكمة الرشيدة الذي أولانا إياها ومنحه الله إياها، ندعو له بالصحة والعافية إن شاء الله والعمر المديد بإذن الله تعالى. الله يرزقنا حنو هذا الوطن الذي عشنا توفيه ويعيش السلطان طول مده طول عمره، حال 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 الشعب كله يكون يعيشنا طول الدهر. حنو ما ارتحنا إلا من طلع السلطان، ما ارتحنا إلا بوه، قبل ما ارتحنا اشتقينا واهتلكنا وامتحنا، واليوم الحمد لله رب العالمين الله تعالى يستر علينا بجوده الله وجوده، والله يعيشه ويعيش عمرين بدل العمر عمرين يعيشه. فمجال التعليم قطع شوطا كبيرا في سلطنة عمان من حيث جودة التعليم وتقييم التعليم والارتقاء بالتعليم، وأيضا من ناحية منافسة التعليم في السلطنة بالدول الأخرى. الحقيقة التعليم الجامعي والتعليم الدراسي أو المدرسي هو لوحظ فيه تطور كبير خلال الفترة الماضية وخلال منجزات نهضة صاحب الجلالة السلطان قابوس سعيد المعظم. حضرة صاحب الجلالة تولى الحكم كان دائما ينشد على أنه سيجعل الشعب يعيش بأفضل ما بأحسن ما يمكن على مستقبل أفضل، فكان كلامه في الخطاب السامي الأول كان يؤكد ما نراه الآن نحن جميع الشعب، يؤكد ما قاله صاحب الجلالة رقي يعني جميع الإنجازات يعني تشهد على ذلك، أصبحت عمان الآن مختلفة عما كانت قبل الستينيات. تحققت إنجازات كثيرة منها العلمية في مجالات الصحة وغيرها، وما أتيح لنا نحن النساء العمانيات لنبرز دورنا، فتحققت إنجازات عظيمة ونشكر السلطان على ما بذله من جهود
عظيمة، حقق الكثير من الإنجازات في السلطنة، منها الشوارع والمستشفيات ومراكز الصحية، وأيضا الكثير مما ساهم في تحقيق إنجازات في السلطنة وخارجها. عن هذه المناسبة الغالية محفورة في الذاكرة وفي قلب كل عماني يحتفل بهذه المناسبة كل عام من أعوام الخير منذ بداية فجر النهضة المباركة لعام 1970 ميلادي، عندما تولى جلالة السلطان قابوس مقاليد الحكم. ذلك اليوم الأغر الميمون الذي أشرقت فيه شمس النهضة العمانية الحديثة على ربوع الوطن، ففتحت أبواب التقدم والتطور والنماء، وأسرت قواعد السلام، ومهدت سبل الاستقرار والرقي والنماء، فكانت بحمد الله خيرا وبركة وحركة دائمة مستمرة من أجل مواكبة العصر. إذن مثل ما تابعنا في هذا الاستطلاع، تحدث المشاركون، عبروا عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة وباللكنة واللهجة المحلية أيضا. الآن نطرح بعض التساؤلات أو بعض المواضيع التي طرحت خلال هذا الاستطلاع مع ضيوفنا هنا في هذه الحلقة. تحدثوا عن التعليم، عن الصحة، عن القطاع الاقتصادي أيضا. برأيكم المرحلة القادمة سعادتك، ما الذي تحتاجه لتطوير أيضا وتسريع وتيرة عجلة التنمية؟ في الواقع عملية الاستثمار الاقتصادي كان له مردود جيد في السلطنة. الاستثمار من قبل الأشقاء عبر تأسيس الشركات المشتركة العمانية القطرية العمانية الكويتية العمانية الإماراتية. هناك شراكة اقتصادية أيضا بين السلطنة ودولة الكويت، ربما سنعرق عليها. وسأترك المجال هذا لسعادة السفير ليتكلم فيه، لأنه هو فآخر يعني إطلالة جميلة جيدة هو الاستثمار الكويتي في الدقم في المصفاة. سأترك لسعادة السفير لاحقا أن يتحدث في هذا المجال، وهذا يدل على ثقة. سعادة السفير قبل لحظات كان يتكلم عن موضوع الأمن والأمان والاستقرار والعدل، ليجعل من عمان دولة آمنة ودولة يشار إليها على أنها خالية من الجرائم وخالية من الإرهاب. أي أعمال من أعمال الإرهاب. وهذا شكرا سعادة السفير، شيء ملحوظ جدا. لولا وجود استثمار حقيقي جيد في المؤسسات الأمنية، الحمد لله يوجد لدينا جيش منظم وقوي، يوجد لنا جهاز أمني رائع نفتخر فيه ونعتز، يوجد لدينا جهاز شرطي متقدم، وهذا كلها عوامل ساعدت وحفزت على أن تجعل من عمان هذه الواحة. بالإضافة طبعا وفوق كل شيء السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة. استثمارات وما نحتاجه في عمان أن نسهل إجراءات الاستثمار، الإجراءات أكثر مسهلة في الاستثمار أيضا في العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم. الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم. نحن استثمار مهم جدا لا يتكلم عنه الكثير في هذه المرحلة. القطاع الخاص استثمر بصورة رائعة جيدة جدا في القطاع التعليمي. فهناك لدينا الآن 4 أو 5 جامعات، عندنا جامعة صحار استثمار في التعليم، جامعة نزوة، جامعة ظفار، جامعة مسقط، جامعة الشرقية، وكثير أيضا بالإضافة للكليات والمعاهد الخاصة أيضا. يعني هذا الاستثمار في مكانه في محله، استثمار رائع جيد، بحاجة إلى أن يقنن بصورة جيدة، بحاجة لأن يدعم بصورة ممتازة، ليجعل لنخلق نوعية جيدة من التعليم في هذه المؤسسات التعليمية. هذا فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي، لكن أيضا مثل ما ذكرت ونتحدث مع سعادة السفير، أيضا هناك استثمارات عمانية خليجية مشتركة. ونتحدث بالتحديد عن دولة الكويت وحجم هذه أيضا الاستثمارات. الحقيقة طبعا تعرف العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وبين سلطنة عمان، والعلاقات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله وجلالة السلطان حفظه الله، هذه رسخت هذا التعاون في من خلال الاستثمارات الكويتية أو الاستثمارات المشتركة بين البلدين في السلطنة. طبعا في بداية هناك شركة إكويت أو شركة الكويت، شركة نفط الكويتية العالمية، وبالتعاون أيضا وبالشراكة مع شركة نفط عمان وقعوا اتفاقية في أبريل الماضي بإنشاء مصفاة الدقم
وبتقريبا برأس مال 7 مليار دولار، وهي مناصفة بين دولة الكويت وسلطنة عمان. وهذا يعني مشروع ضخم جدا، سيوجد أيضا سيخدم عمالة كبيرة من أبناء عمان، بالإضافة إلى هناك بعض المشاريع سواء كانت مثلا في مجال الغاز، مثلا في الصندوق الكويتي تقريبا مول حوالي ما بين 23 إلى 24 مشروع في سلطنة عمان، مشاريع الغاز ومشاريع الكهرباء ومشاريع الصحة ومشاريع الطرق ومشاريع كثيرة في سلطنة عمان. هناك الحقيقة يعني عمان يعني تحاول قدر المستطاع بتسهيل إجراءات أو لفت أنظار المستثمرين سواء من دول الخليج أو من الدول العربية أو حتى من العالم كله. ويعني فقط هناك بعض المعوقات اللي تعوق الاستثمار في عمان في بعض القوانين، خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية، يعني تأخير المعاملات. عندما يأتي مستثمر لسلطنة عمان ويريد أن يستثمر في مجال معين وتأخذ إجراءات يعني تسجيل هذه الشركة أو إنشائها مدة طويلة أطول، المستثمر لا يبقى، يروح يمكن بأي بلد ثاني فيه الإجراءات سهلة. وبالتالي عمان الآن تعمل على هذا الجانب في محاولة إيجاد نافذة واحدة لمن يأتي ليستثمر في سلطنة عمان. هناك اشتغال من مختلف المؤسسات في السلطنة على إيجاد محطة واحدة لتخليص مثل هذه. بالضبط، هذا المطلوب. وأيضا أنا باعتقادي أيضا عمان لازالت تعمل أيضا على شيء مهم وهو ملفت للنظر، أن الحكومة الإلكترونية يجب أن تكون في أعلى مستوى، وعمان تبني الآن البنية الأساسية فيها. صحيح راح تأخذ وقت، لكنها مطلوبة جدا في إنهاء الإجراءات وفي إنهاء المعاملات، سواء كانت معاملات مع وزارات الدولة أو مع المؤسسات وأيضا مع البنوك. إذا أنت تستطيع إنهاء معاملتك من خلال جهاز كمبيوتر بعد البنية الأساسية والبنية التحتية لهذه يعني الشبكة، ستوفر كثيرا على سلطنة عمان وعلى من يأتي للاستثمار وعلى أيضا يعني أبناء عمان، سواء في إيجاد العمل، فرص المناسبة لهم، واختيار يعني الاستثمار الذي يريدون يعني. هذا فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية بين السلطنة أيضا ودولة الكويت الشقيقة. أيضا هناك لربما مشاركات أو أيضا علاقات اقتصادية أخرى فيما يتعلق أيضا بالمجال الصحي، بمجال التعليم. ما هي الخطط الحالية وأيضا المستقبلية للشراكة بين السلطنة ودولة الكويت؟ والله هناك مجالات كثيرة والاستثمارات كثيرة، سواء كانت في بعض المجالات الصحية، في بعض المجالات التعليمية، وفي بعض المجالات العقارية، وخاصة في بعض الشركات الآن استثمرت في المجال العقاري بالذات في بعض المناطق، مثل شركة الدار، مثل شركة يعني الفريج الكويتي، مثل بعض الشركات يعني بنوا مباني فلل سكنية وهذا وسوقوها في السوق العمانية يعني، وهذا يخدم يعني مجال معين من الاستثمار. نريد أو نسعى ونتمنى دائما بأن يزيد الجانب الاستثمار، خاصة في مجالات تهم المواطن العماني، سواء كانت مثلا مستشفيات كبيرة متخصصة في مجالات معينة، في مدارس مثلا معينة، الجامعات التعليم العالي. صحيح، هناك تعاون صحيح بين دولة الكويت وفي سلطنة عمان. ذكرت سعادتك حتى منذ البدايات كان هناك تبادل للطلاب وإفادة الطلبة العمانيين للكويت للدراسة. صحيح، هذا ولا يزال يعني الحمد لله إفادة طلبة من سلطنة عمان لدولة الكويت، وأيضا إفادة طلبة كويتيين أيضا يدرسون الآن في جامعة السلطنة وفي بعض الجامعات العمانية. وهذا يعني برنامج تبادل يعني، وهذا شيء مفيد جدا يعني في هذا في مجال التعليم. نتحدث ربما أخيرا مع ضيفنا الأستاذ محمد، ونحن نتحدث أيضا عن الاحتفالات في السلطنة وخارج السلطنة. كيف ساهمت هذه العلاقات الحسنة للسلطنة مع دول العالم، ونحن نحتفل الآن بالعيد الوطني، في تيسير هذه الاحتفالات سواء في السفارات أو حتى في الأماكن العامة هناك؟ نعم، أنا أبس عندي أول شيء تعليق على تقرير الاستطلاع قبل شوية. في العيد 45 قضت الأوامر السامية أن تقام الاحتفالات في كل محافظة. صحيح، طبعا المحافظة مرتبطة بولايات وولايات في قرى،
فحتى كبار السن اللي شفناهم قبل شوية كانوا هم يتحدثون بعفوية وعفوية كانوا من المبادرين أنهم يشاركوا في العروض رغم أنهم كبار السن يعني بهذه الوضعية، لكن يمكن كانت حكمة صاحب الله يحفظه كانت يريد أنه كل المواطنين يشاركوا من كل القرى، ما هي لربط المواطن بالاحتفالات. فيما يخص الاحتفاليات، نحن مثل ما قلت لك قبل يعني نحن كسلطنة عمان نشارك في أغلب الاحتفالات اللي موجودة خارج السلطنة، في تبادل أيضا في بعض الاحتفالات، في تبادل في بعض الأناشيد والأغاني الوطنية بيننا وبين الدول الأخرى. أنا أتذكر أن في بعض الدول أيضا شاركت فرق عسكرية في استعراض الاحتفالات في سلطنة عمان، وهذا قائم دائما يعني بالإضافة إلى طبعا الاحتفالية اللي تقوم فيها السفارات، فهذه بحد ذاتها في مشاركات كثيرة يعني تكون بينه وبينهم يعني. إذن دام الله علينا هذه الاحتفالات وكل أيامنا بإذن الله أعياد وطنية وأيضا أعياد احتفالية بمناسبات على اختلافها، سواء كانت أعياد وطنية أعياد استقلال على اختلاف تسميتها في معظم دول الخليج أيضا والعالم العربي والإسلامي. كل الشكر لكم ضيوف هذه الحلقة، شرفتمونا للحديث عن العيد الوطني 47. كل الشكر لك سعادة الطايع بن علي أو بن جندل بن علي، وكيل مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا، كل الشكر. شكرا جزيلا. وشكر كذلك مشاهدينا لسعادة السفير فهد بن حجر المطيري سفير دولة الكويت، كل الشكر لك. شكرا. وشكر كذلك مشاهدينا لضيفنا محمد بن عبيد البلوشي المدير العام بالأمانة العامة للجنة العليا للاحتفالات، كل الشكر. شكرا خالد. شكرا. وشكر كذلك لكم أنتم مشاهدينا متابعي هذه الحلقة، وتبقى احتفالات السلطنة بالأعياد الوطنية تعبير عن فرحة وطن وتجديد ولاء وعرفان لباني هذه النهضة، نهضة عمان الحديثة وقائد مسيرة المنجزات. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وعمان من تقدم لآخر، وصاحب الجلالة ينعم بأثواب الصحة والعافية، وكل عام وعمان هي الثابت وسط كل هذه المتغيرات. بأمان الله.